المعرض يقام تحت عنوان 28+9، 28 فنان من محافظة بابل زائد 9 فنانين من محافظة السليمانية، نسعى من خلال هذا المعرض والهدف الأساسي وهذا التواصل والاختلاط بين مختلف الثقافات داخل البلد. هدف الفن بالأساس وهدفنا أساسا بعد تشكيل فرع الجمعية في بابل أن ننشر ثقافة الجمال وثقافة المحبة والسلام في كل أرجاء العراق، ونطمح أن نخرج خارج العراق. جمعية الفنانين التشكيليين في بابل اليوم ضيوف في السليمانية باستضافة مجموعة من فنانين السليمانية. تقريبا نرى اليوم مجموعة من الأعمال مختلفة الأحجام ومختلفة التقنيات، من زيتي إلى مائي إلى باستيل إلى أعمال نحتية وسيراميكية. اليوم نرى رسالة الفن واضحة، وهي الرسالة الإنسانية، رسالة السلام. نبغي من هذا المعرض إقامة المعارض الجدية التشكيلية، لأن نرى في الآونة الأخيرة معارض دون المستوى ومع الأسف، ولكن اليوم فناني بابل أثبتوا بأنه هناك فن واعي وفن جدي. مرحبا بهم في مدينتهم السليمانية. شاركت بعملين وهما لوحين نذريين يعبرون عن تاريخ الإنسانية، تاريخ الحضارة الإنسان العراقي القديم، وأيضا هي توثيق لحضارة الكتابة وتدوين والمعلومات والحضارة الإنسانية والثقافة. شاركت ب3 أعمال، عبارة الأعمال اللي شاركت به هو الإنسان وإلى أين، يعني أكو عنوان الأعمال اللوحات ال3 الإنسان إلى مخير أو مسير. فهذا شوفه الأرجل رايح بمكان وجسد رايح بمكان، ومرتبط إنسان مع حركة الحيوانية اللي بيه.